أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازلنا في الحديث الأول من باب في شان ان انزلناه في ليله القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف وهذا الحديث يتضمن حوارا بين الامام الباقر عليه الصلاه والسلام وبين الياس النبي سلام الله عليه حول الامامه وهنا يذكر الإمام الباقر الحاجة إلى الإمام. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول الإمام الباقر: وأقول قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما هي في السنة والحكم الذي ليس فيه اختلاف، وليست في القرآن. أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض وليس في حكمه راد لها ومفرج عن أهلها فقال يعني إلياس ها هنا تفلجون يا ابن رسول الله أشهد أن الله عز ذكره قد علم بما يصيب الخلق من مصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدين أو غيره، فوضع القرآن دليلا إلى أن يقول أن القرآن الله سبحانه وتعالى وضع له مفسرا أيضا وهو الرسول ومن بعده الأئمة، خلاصة هذا المقطع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور هذه الآية تدل على علم الله سبحانه وتعالى بالقضايا قبل أن تكون، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون، وما هو كائن، وما لم يكن، فهو قبل أن يخلق الخلق، يعلم بجميع ما سيصيبهم. من خير او شر. فكل مصيبه يصاب بها الانسان كانت في علم الله سبحانه وتعالى. زين الله سبحانه وتعالى يعلم ما يبتلى به الخلق. وهو لطيف بعباده بار بهم. هل الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي قدّر للخلق ما يكون مخرجاً لهم من تلك المصائب، وفرجاً لهم، أو لم يقدر؟ الآن نحن كلامنا في تعيين الإمام. الله سبحانه وتعالى يعلم أزلاً بأنه بعد الرسول صلى الله عليه واله سيبتلى الناس بمواضيع لا يعرفون احكامها، يبحثون في ظاهر القرآن فلا يجدون حكم تلك المسألة وذلك الموضوع في ظاهر القرآن، يراجعون سنة الرسول صلى الله عليه واله ولا يجدون جوابا لسؤالهم، لان رسول الله صلى الله عليه واله لم يذكر تلك المساله، وهي مساله ترتبط بدين الناس، هذه مصيبه، هذه عويصه، هذه مشكله، فماذا يفعل الناس؟ والامر يرتبط بدينهم الله سبحانه وتعالى يعلم بانهم سيبتلون بهذه الحالة. لا توجد لا يوجد الحكم في ظاهر القرآن ولا يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه واله ولا هو من ضروريات الدين. يعني بعض الامور هي ضروريات للدين واضحة ثبتت مثلا بالاجماع وهذا الاجماع واضح للجميع مثلا. لكن كثير من المسائل ليست هكذا فماذا يفعلون الله يعلم بهذه المصيبه هل وضع حلا لها او ليس لم يضع حلا لها الله لطيف بعباده ومن لطفه ان يضع حلا لهذه المشكله الحل هو ان يكون هناك امام معصوم معين من قبل الله سبحانه وتعالى يجيب على هذه الأسئلة في كل زمان. والله سبحانه وتعالى من لطفه وقد جعل هذا الحل. هذا قسم. هسه يمكن واحد يجي يقول انه الناس يرون بالاستحسان بالقياس بآرائهم نقول بانه الاستحسان معنى انه يعجبني انا يعجبني انا هذا ليس حكم الله سبحانه وتعالى الراي ارى هكذا من دون ان يكون لي دليل هذا ليس حكم الله سبحانه وتعالى القياس معنى انه تجيب حكم من موضوع اتعمم ذلك الحكم الى مثله للظن بالعلة واحنا الاحكام الشرعيه اكثرها عللها غائبه عنا لا نعلم بعللها ليش صلاه الصبح ركعتين مثل ثلاث ركعات مثلا لا نعلم بذلك فكيف انت تعمم هذا الحكم من مصداق الى مصداق اخر مع اننا لا نعلم علل اكثر الاحكام الشرعيه لأن كثير منها من الغيب نعم قد نعلم بحكمه بعضها أو نحتمل لكن هذا قليل جدا فإذا في هذه المسائل الإنسان يجي يقول برأيه وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون أنا يعجبني شيء وأقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ولذا تصير هذه الفوضى التي في كثير من المذاهب الإسلامية حسب الأهواء والآراء الفاسدة وتتدخل المصالح وحسب المصالح وحسب الطلب وإذا هو من وعاظ السلاطين زين حسب ما يشتهي السلطان هذه مصيبة عظيمة الله سبحانه وتعالى لطفه بعباده سبب أن يكون قد قدر حلا لهذه المشكلة ولا يكون الحل إلا بإمام معصوم من قبل الله سبحانه وتعالى هل يمكن واحد يقول أنه الأئمة في زمانهم غالبا لم يكونوا مبسوطي اليد فبعض الأحيان كانوا في السجون بعض الأحيان كانوا محاصرين بعض الأحيان كانوا في تقية نقول هنا المشكلة ليست في لطف الله سبحانه وتعالى، المشكلة في الناس. الله لطف بهم لكنهم رفضوا على الأعم الأغلب لطف الله. هاي المشكلة فيهم صارت. مثل الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لكي يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لكن أكثر الناس بقوا في الظلمات. هنا هل الله سبحانه وتعالى لم يلطف بهم؟ لا الله لطف بهم وانما هم رفضوا لطف الله سبحانه وتعالى وهذه المشكله فيهم والحجه تكون تامه عليهم. زين هذه في الاحكام التشريعيه. نجي ايضا في القضايا الموضوعات. الله سبحانه وتعالى يعلم ان المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه واله. وآله سيبتلون بمشاكل كثيرة غير الأحكام الشرعية والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعين شخصا أو أشخاصا معصومون يحكمون في تلك القضايا بالعدل والواقع ويعلمون الواقع ويحكمون به يعلمون الواقع لأن الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله أو عن طريق تحديث الملائكة علمهم. الله قادر على ذلك. ومن لطفه أن يعين هؤلاء، حس الناس إذا رفضوهم فكما ذكرنا المشكلة في الناس. فإذا الآية تقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض. ولا في أنفسكم. مصيبة في الأرض أفرض كالجدب مثلا ولا في أنفسكم كالمرض إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى قد قدر تلك المصائب وسجلها في اللوح من قبل أن نبرأها يعني قبل أن نوجد تلك المصيبة فهذه المصائب مقدرة سواء علم بها الإنسان أو لم يعلم بها كل شيء يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره. وهذا لا ينافي اختيارنا في اعمالنا. وهذا بحث القضاء والقدر ذكرناه في باب التوحيد. ان ذلك على الله يسير. يعني اصابه الناس بالمصائب وتقدير تلك المصائب الله سبحانه وتعالى قادر عليه. لماذا الله سبحانه وتعالى قدر المصائب لكي لا تاسوا على ما فاتكم من النعيم الدنيوي لا تحزنوا عليه ولا تفرحوا بما اتاكم لان المصيبه لها اجر والنعمه قد تجر الانسان الى العصيان فاذا اصبت بمصيبه لا تحزن لما فيها من الاجر واذا انعم الله عليك نعمه فلا تبطر لان هذه النعمه قد تجرك الى النار ان الانسان ليطغى ان راه ان راه استغنى زي. فالله سبحانه وتعالى عالم بالمصائب هل لطف بعباده حينما يعلم باصابتهم بمصائب في الدين مواضيع لا يعلمون احكامها قضايا لا يعلمون كيف يتصرفون فيها الله سبحانه وتعالى يعلم او لا يعلم؟ يعلم هل قدر لهم حلا لهذه المصيبه الدينيه وهذه المصيبه الدنيويه او لا؟ الله سبحانه وتعالى فوضع القران دليلا يعني القرآن يدل على كل الأحكام بظاهره وباطنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ"، زين الظاهر يعلمه من يعرف اللغة، لكن الباطن من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل راسخين في العلم. جعل أولي الأمر يستنبطون الأحكام. يستخرجونه من باطن القرآن، الأحكام موجودة في باطن القرآن. فلطف الله سبحانه وتعالى يقتضي بأن يعين، إلا أن واحد يجي ينكر لطف الله. وهذا إنكار للقرآن. الله لطيف بعباده، لأن اللطف فيه معاني من جملة المعاني البر، يعني الله سبحانه وتعالى بار بعباده، فإذا من بره أن يعين إمامًا بعد الرسول، وهذا من الاستدلالات الواضحة التي استدل بها الأئمة وغيرهم للزوم جعل امام بعد الرسول صلى الله عليه واله، ومن لطف الله في ذلك. انت تشوف انه الرسول صلى الله عليه واله امر الناس بالوصيه اوصوا. وهو يعلم بانه سيموت، لان الله سبحانه وتعالى في ايات متعدده اخبر رسوله بانه سيموت، انك ميت وانهم ميتون. ورسول الله صلى الله عليه واله يعلم بذلك ويعلم بان الامه ستختلف من بعده لان القران يدل على ذلك وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم في آية أخرى تدل على أنه بعد الرسل تقاتلوا فالرسول يعلم بذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قلب أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فالرسول صلى الله عليه وآله يعلم بذلك هل يعقل أنه لم يوص هذه الأمة من بعده أن يترك الأمة هكذا يختلفون الى يومنا هذا. الرسول صلى الله عليه واله في حديث الثقلين المتواتر: قد اوصى اني تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. زين واحد يقدر يقول اني ما اقدر اتمسك بالقران؟ ما اتمسك بالقران، لا يجوز له ذلك. هل يتمكن ان يقول انا لا اتمسك بالعتره؟ لا يجوز له لا ذلك، لكن هل تمسكوا بالعتره؟ زين يمكن واحد يجي يقول ان انتم تقولون ان الرسول عين الله سبحانه وتعالى امره بتعيين علي بن ابي طالب والائمه عليهم الصلاه والسلام من بعده والاختلاف موجود في الامه. نقول نعم الاختلاف في الامه من البغي لا من تقصير من الرسول ولا من عدم لطف من الله سبحانه وتعالى. يعني عندما موسى عليه السلام خرج إلى الطور بنو اسرائيل عبدوا العجل، هنا التقصير من موسى؟ لا، لأن موسى عين هارون من بعده، وهارون أمرهم ونهاهم لكنهم خالفوه، استضعفوه وكادوا أن يقتلونه، فبعد ما حد يقدر يعترض على موسى أنه أنت السبب لأنك لم تعين أحدا فجاء السامري واستولى على الأمر وفعل ما فعل وأضل بني إسرائيل موسى يقول أنا عينت هارون وهو نبي معصوم لكنكم خالفتوه خالفتموه فالمشكلة فيكم وهكذا بالنسبة إلى الأمة الإسلامية الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله رسولا له زين قريش خالفوه اكثرهم لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون المشكله فيهم لا المشكله في رسول الله او في عدم لطف الله الرسول صلى الله عليه واله ايضا بلغ ما انزله الله سبحانه وتعالى عليه اذا خالفوا فالمشكله فيهم لا في الرسول أمير المؤمنين في هذه الأمة كهارون، هارون نبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليس بنبي لكنه مثل هارون لأن رسول الله في الحديث الصحيح قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي باستثناء النبوة، بقية المنازل كانت موجودة لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام، المنازل التي كانت لهارون ومن جملتها: وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فاذا الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك فمن لطفه عين، الا ان واحد يجي وينكر لطف الله سبحانه وتعالى، وهذا انكار صفه من صفات الله. أو يقول بأن هذا الأمر لطف لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعله، وهذه مكابرة، لأن الله سبحانه وتعالى أي شيء فيه لطف أرسله لعباده، أي شيء فيه رحمة فعله لعباده، إلا أن يكون واحد ما له قابلية لذلك اللطف ولتلك الرحمة. الأمة الإسلامية لها القابلية له هذا اللطف بان الله سبحانه وتعالى يجعل بعد الرسول من يهديهم الى الصراط المستقيم الى يوم القيامه. زين الان تجي تشوف مثلا بني اميه، بني العباس هؤلاء استولوا على السلطه. نقول لهم: ولا تفرحوا بما اتاكم. هل هذه السلطه نعمه لكم؟ هذه نعمه كلا هذه نقمة هسه فرعون مثلا كان مستولي على بني إسرائيل هل كانت نعمة هذه؟ هذه نقمة إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني نتيجة أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة أنهم أضلوا الناس هاي اللام لام العاقبة هل هذه نعمه عليهم نعمه لهم لا في الدنيا في عذاب وفي اخره في عذاب اغرقهم الله سبحانه وتعالى وفي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فاذا هذه ليست نعمه الان الحكام الظلمه الطغاة في طول التاريخ السلطة التي بيدهم هل هذه نعمة؟ والنار مثوى لهم ما لقيب أيام يتمتع كالأنعام وبعد ذلك يخلط في نار جهنم لا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم يعني الله سبحانه وتعالى فضل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله لماذا كثير من قريش عرضوا رسول الله محمد؟ لماذا؟ حسدا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ حسدوا رسول الله، ابو جهل وابو سفيان في مكه التقيا فقال احدهم للاخر: اتزعم ان محمدا صلى الله عليه واله كاذب؟ قال لا انه صادق زين فأبو سفيان قال لأبي جهل فلماذا لم تؤمن به قال نحن وبنو هاشم كنا كفر سيرهان يطعمون ونطعم يقرون الضيف ونقري الضيف هذا حسب تعبيري يعملون بالمكرمات ونحن نعمل بالمكرمات هم يعملون ونحن نعمل كفر سيرهان كلما كانت لهم فضيلة فلنا من مثل تلك الفضيلة. إلى أن ظهر واحد منهم يقول أنا رسول الله. زين فسبقونا في هذا الأمر. فكيف يمكن لنا أن نأتي بواحد منا ونجعله رسول الله؟ لا نتمكن من ذلك، لأن الله لازم يختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهنا غلبونا حسب التعبير. فلذلك حتى لا تكون لهم فضيله علينا وسابق علينا ننكر ذلك هذا الحسد بعد زين الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى فضلهم الانسان لازم يخضع لما اراده الله سبحانه وتعالى، نحن عبيد لله نخضع، اذا فضل واحدا علينا نرضى بذلك. لكن حسدوا، والحسد سبب ان ينكروا ويحاربوا، لكي لا تاسوا على ما فاتكم، ومما فاتكم تلك المقامات والمنازل. الله سبحانه وتعالى لم يصطفكم. وانما اصطفى محمدا وال محمد ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. العباد اقسام منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. الله سبحانه وتعالى اصطفى ال محمد. لازم نخضع لذلك ما كانوا يريدون يخضعون لكي لا تاسوا على ما فاتكم. كانوا يحزنون على ما فاتهم من المنازل فأنكروا مثل اليهود الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله يخبرون الكفار بأنه سيأتي رسول ولكن لما رأوا أن ذلك الرسول من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق أنكروه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن أنكروه وهذا الانكار صار بضررهم في الدنيا والآخرة علي بن جعفر ابن الإمام الصادق مدفون في المدينة في العريض في أطراف المدينة علي بن جعفر كان في زمان أخيه موسى بن جعفر وله مسائل عنه وبعد الإمام موسى بن جعفر أذعن بإمامة الإمام الرضا اللي هو ابن أخوه، وبعد الإمام الرضا أذعن بإمامة الإمام الجواد يعني حفيد أخوه، الإمام الجواد بالظاهر كان صغيراً لأنه حينما تبوأ الإمامة كان عمره تسع سنوات أو سبع سنوات وهذا ليس ببدع فالله سبحانه وتعالى اختار أنبياء وهم صبيان وآتيناه الحكمة صبيا عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فالله سبحانه وتعالى اختار الإمام الجواد للإمام وهو الصبي علي بن جعفر عم أبيه وكان معمرا لحيته بيضاء. كان في المسجد يدرس عند حلقه تدريسيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله. فدخل الامام الجواد وهو صبي في الظاهر فقام له علي بن جعفر وذهب اليه وقبل يده وفداه بنفسه فلما ذهب الامام الجواد رجع الى مجلسه درسه فلامه اصحابه هذا حفيد اخوك انت عم والده فكيف تفعل وتصنع هذا الصنيع تقوم له تقبل يده تفديه بنفسك قال ماذا اصنع؟ ان الله سبحانه وتعالى لم يجد هذه الشيبه اهلا للامامه ووجد هذا الصبي أهلا لها الله سبحانه وتعالى اصطفاه وجعله إماما هو أهل الإمامة أنا مو أهل الإمامة زين الله فضله هسه أجي أنكر فضله وأجي أدعي ادعاء باطلا أجر به النار على نفسي فالحاصل لكي لا تأسوا على ما فاتكم أنت لا تأسى على ما فاتك من منصب الإمامة ولا تفرحوا بما آتاكم لا تفرح بالسلطة التي أتتك هذا مصداق من مصادق الآية الشريفة لكن الناس ليسوا كذلك على الأعم الأغلب فالمشكلة فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن هؤلاء ناس الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لهم لكنهم عن عمد خالفوا فاستحقوا الله لطف بهم الله أرسل الرحمة لكن هم رفضوها فلما رفضوها ختم الله على قلوبهم ولذلك استحقوا نار جهنم وهذا تتمة الحديث الشريف أسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا المعرفه باوليائه هذا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين